لا طبعا انا مقتنع بمصطفى فتحي مليون في المية، لان انت احيانا في بعض المباريات محتاج اللاعب اللي عنده حلول. زيزو لعيب طبعا كبير ولعيب كويس جدا، لكن زيزو بشوف ان هو ممكن يلعب حاله واحده لو منتخب مصر غير طريقه اللعب ولعب 4 4 2. زيزو يلعب كجناح انت محتاجه في دور معين، يعني انا بشوف ان اللاعب واحد على واحد، وهنا ده خطا فيتوريا في مباراه كاب فيردي الوحيد بالنسبه لي ان هو مكان المفروض زيزو مصطفى فتحي اللي يلعب مكانه. المباراه اللي احنا احتاجنا ان زيزو يلعب فيها هو لعب مصطفى فتحي، مباراه غانا بعد اصابه صلاح كان اعتقد التبديل الامثل كان زيزو. مباراه كاب فيردي واضح جدا ان هو لو مذاكر كاب فيردي كويس، فرقه كوره، فرقه واقفه كويس جدا، بتعرف تلعب تحت الكوره كويس وبتدافع، وكلهم اغلبهم لعيبه كوره، فانت محتاج لو كلنا قاعدين حتى بنتفرج في المباراه لما كنا خسرانين او متعادلين كلنا بنقول يعني كلنا عايزين ايه اللاعب اللي عنده حلول، باين قوي ان انت مش هتخترق بالعرضيات. هو جرب ده مع زيزو وجرب ده مع اكتر من لاعب، لكن اعتقد وجود حتى لما نزل حمدي محمد حمدي، نزل محمد حمدي عشان يعمل الكورسات كلها، لكن مصطفى فتحي لما نزل لا عنده حلول، ومرموش عنده حلول، تريزيجيه عنده حلول جدا وعنده شخصيه، فوجود مصطفى فتحي مهم جدا. بعض المباريات ممكن تحتاج فيها زيزو، بعض المباريات في الادوار الاقصائيه النهائيه هتحتاج زيزو كلاعب بيديك الاضافه الدفاعيه، لكن ما تعتمدش اعتماد كلي على زيزو ان هو يبقى لاعب دفاعي صريح، لان لما جربت زيزو في مركز 8 انت كان عندك مشاكل دفاعيه انت اصلا بتحاول يعني بتعاني منها، بتحاول دايما تغطيها المشاكل الدفاعيه، كمان لما كان جنبه النني دي كانت مشكله اكبر، وهنا دي الازمه كلها اللي بتدور في وسط منتخب مصر، انت ازاي تعمل التوليفه اللي تخلق لك التوازن هجوميا ودفاعيا. منتخب مصر دفاعيا بيعاني بسبب اختيار بعض العناصر الخطا، مش معنى ان النني بيلعب رقم 6 المشكله مش في النني اصلا سيء او كويس، مشكله النني اصلا ما لعبش 6، ان انت محتاج لاعب زي ما اتكلمت محتاج اللاعب اللي عنده شراسه. طيب خلينا بما ان يعني ابتدينا نتطرق لمستويات اداء